is he who comes in the name of the Lord, our Lord, God, Savior, and King of us all, Jesus Christ, the Son of the living God, to whom is the glory forever and ever. Amen. Now it happened that day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And he who was dead sat up and began to speak. And he presented him to his mother. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, "A great prophet has risen up among us, and God has visited his people." And this report about him went throughout all Judea and all the surrounding region. Glory be to God. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين تحيا نعمته وبركته من الان والابد امين. في مره في جنازه احد السيدات وهم بيصلوا خرجت رائحه عطره من الصندوق، فالناس بتستغرب هي مين الست ديت. الست ديك قصتها عجيبة، الست دي كانت راقصة مشهورة جدا في شارع الهرم. أبونا يوسف أسعد اللي يعرفوا منكم كان بيخدم في كنيسة العذراء العمرانية، الآباء المحبوبين، وكان بيفتقد. وفي مرة هو بيفتقد دخل إلى هذه المرأة، طبعا أول ما شافته استغربت وما رضتش تكلمه، وكانت شبه عارية يعني كمية كاسات قدامها وسجاير. أبونا طبعا ابتدى يقرأ كتاب مقدس، وهي she doesn't care باللي هو بيعمله، ونامت على المخدة على الكاوتش الموجود، سايباه هو يقول اللي هو عايزه. أول زيارة، تاني زيارة برضك أبونا راح لها، نفس الحكاية، نفس المنظر، نفس اللامبالاة. وفي مرة وهي بتسمع قالت له الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام حلو قوي، بس لازالت هي في نفس الموقف بتاعها، لغاية لما جه في مرة أبونا بيفتح وفوجئ أنها لابسة هدومها بقى. وابتدى يتكلم معاها وابتدت تطلع توبة. ينفع توب؟ ينفع توب. قالت له بس أنا عندي عمارة جبتها من الزنا، أنا هبيعها بس الفلوس أعمل بيها إيه؟ فأبونا ببساطة قال لها ارميها في ترعة. فعلا راحت باعت العمارة بتاعتها وركبت مع ابونا العربيه. قالت له ممكن تقف دقيقه واحده؟ كان في زمان في ترعه في المكان ده. فراحت مسكت الفلوس رميتها في الترعه. وبعد فتره هذه الانسانه ماتت وانتقلت، وخرج من الصندوق رائحه عطره وطيبه. مين يصدق؟ مين يصدق؟ مين يصدق ان الانسانه ديك اللي عايشه في الخطيه تعرف المسيح
وتعرف المسيح بالطريقة ديك وبالتوبة الحقيقية ديك. عشان كده النهاردة القصة بتاعت إقامة ابن أرمال اتنين تورينا نوع آخر من الإقامة، نوع آخر من القيامة. المسيح كلمة الله يقف أمام هذا النعش ويوقف هذا الموكب. عارفين زي مباراة، موكب موت ولكن رئيس الحياة بيواجه رئيس الحياة بسلطانه وبقوته يوقف هذا النعش. تعرفين حتى زمان كان كده صعب ان حد مثلا يبقى فيه عزة او فيه ميت ماشي في الطريق حد يوقفه، دي حاجة غريبة، لكن هي دي قوة المسيح، قوة القيامة اللي بيعملها. الحاجة الجميلة برضك النهاردة كلمة المسيح تحنن، دي عايز ربنا يبعت لك رسالة ويبعت رسالة ان هو إله متحنن. انه إله متحنن، لان ناس كتيرة ساعات لما بتقع في مشكلة ولا حاجة تقول لك هو ربنا سيبني ليه؟ ربنا مش حنين عليا، ليه القسوة دي؟ لا، إلهنا متحنن. اللي بيحاول يرمي الكلام دوت في أذنك هو إبليس يضحك عليك. فالمسيح حنين قوي. النهاردة قدم الحنان دوت بثلاث حاجات، قدمه بلمسة، قدمه بكلمة، قدمه بقوة. ساعات ربنا في وسط الضيقات بتاعتك يديك لمسة كده، تقول لي ازاي يعني؟ يبعت لك تعزية غير عادية، تقول ايه ده؟ يبقى انا في وسط الضيقة ديك في لمسة جت. تبقى المشكلة اللي انت فيها مشكلة عويصة والدنيا ألم وكل حتى اللي حواليك متألمين، وانت تلاقي جواك سلام غير عادي، لمسة يلمس. وممكن يبين الحنان ده بتاعه بكلمة. حكيت لكم مرة عن خادم كده كان في الصعيد وليه واحد صاحبه في مصر، فواحد صاحبه بيتصل بيه فبقول له فلان عامل ايه؟ قال له يسوع بيحبك قوي. راح لقى التاني بتاع الصعيد ده قاعد يعيط، يقول له بتعيط ليه؟ يقول له يعني هو التاني مش شايف انه قال حاجه يعني، قال له ده انا قاعد اصارع مع الله عشان اقول له عايز اسمع منك الكلمه دي انك انت بتحبني. بكلمة في عزة تسمعها، بكلمة من اللي حواليك، ممكن تكون من طفل، ممكن تكون من أسرتك، ربنا يديك قوة وعزاء. كمان المسيح متحنن بقوة. لا، انت قعدتك مع المسيح في الصلاة انت بتخرج بقوة. كتير اقول لكم الحكايه ديك، قد لا ندرك قوه السلاح اللي معانا لكن العدو يدركه تماما. ساعات نقعد ايه نصلي وفي فطور مثلا او نقرا كتاب بفطور او نقعد في الاوضه بتاعتنا نصلي كده وبسرعه وكده ومش عارفين القوه اللي احنا بناخدها، لكن العدو عارف القوه دي. فالمسيح يتحنن عليك بلمسه، المسيح يتحنن عليك بكلمة، المسيح يتحنن عليك بقوة. خلي بالكوا المسيح هو كلمة الله، وكلمة الله هي الحياة. عشان كده
كل إنسان بعيد عن كلمة ربنا هو بعيد عن الحياة، هو ميت. كنت لسه قاعد مع أبونا مينا امبارح وقاعدين بيكلمنا عن كتاب حلو بيقراه، فبيقول لي المشكلة إن كلمة ربنا مش جوانا، كلمة ربنا مش جوانا. وهي دي الحقيقة، الإنسان اللي مش قواه كلمة ربنا هيبقى ميت، هيبقى مش حي. وإيه مظاهر الموت ديك؟ هتلاقوا الإنسان الميت ما عندوش إحساس، صح؟ لو جيت مثلا إنسان ميت وديته شكيته بإبرة كده يحس؟ ولا مية سخنة ولا أي حاجة؟ مش حاسس بأي حاجة، ولا برد ولا حر. هكذا الإنسان الميت اللي بعيد عن كلمة ربنا هو إنسان ما عندوش إحساس، بيعمل الخطية ونقعد نقول هو بيعمل ليه كده؟ لأنه بعيد عن كلمة ربنا، هو مش حي بكلمة ربنا، فما عندوش إحساس. كمان الإنسان الميت ما عندوش إرادة. شايفين لو ده عايش، الشاب ده عايش، هيلاقي ناس شايلينه، يقولوا انت شايليني ليه؟ ما انا عايش، ليه إرادة، يقدر يتكلم. لكن للأسف الإنسان اللي بعيد عن كلمة ربنا ليس لديه إرادة، ماشي مع الطيار، الناس دي هتعمل خطية الفلانية همشي معاهم، ما الناس كلها بتعمل كده، ما هو كله بيغلط. ليس لديه إرادة يقول لا. حتى أولادنا الصغيرين لما يتلموا على البير بريشر بتاعهم، دول اصحابهم الوحشين ولا حاجه، لازم نعلمهم يقولوا لا للغلط، يقولوا لا. لكن الانسان اللي مش حي بكلمه ربنا ما يقدرش لا يقول لا للشيطان ولا للناس ولا اي حد، لانه ميت بعيد عن كلمه الله، كلمه الحياه. فهو بلا إحساس وبلا إرادة. كمان الإنسان الميت تلاقوا بعد فترة شكله بيحصل إيه؟ يتغير. إلحق إدفنه بسرعة بقى، إلحق إدفنه إيه؟ بسرعة، شكله هيبقى صعب قوي، وتخرج ريحة مش حلوة وحاجة صعبة قوي. هكذا الإنسان البعيد عن كلمة الله. اوعوا نضحك على بعضنا، كل إنسان بعيد عن كلمة الله ليس له صورة المسيح، وله صورة مش حلوة أمام الناس، وله رائحة ليس رائحة المسيح، تخرج رائحة الخطية. عشان كده تلاقي الإنسان اللي مليان بنعمة ربنا واللي شبعان بكلمة ربنا في مهابة على وجهه، في قوة على وجهه، قوة مرعبة للشياطين. يقول لك ده نور المسيح عليه. فاكرين الكلمات دي اللي كنا بنقولها زمان في مصر؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ يقول لك ده نور المسيح عليه. فهكذا الإنسان الميت هو بلا إحساس، بلا إرادة، وشكله وحش. كل إنسان بعيد عن كلمة ربنا هو ده الحال بتاعه. طب لو كان حالنا كده، ربنا النهاردة قادر بيقول لك قوم بقى، تعالى ارجع، خد أنفاس الله، عيش بكلمة الله مرة أخرى. المسيح بيقول لنا النهاردة قوم، قوم من النوم المظلم اللي انت عايش فيه، قوم من حياة الظلمة دي. هتفضل طول عمرك عايش في الظلمة دي، مبسوط بالظلمة اللي انت عايش فيها، والناس حملاك في أي حتة انت عايز تروحها يودوها لك؟ لا، قوم، قوم من النوم دوك. المسيح بيقول لك النهارده قوم من الماضي المظلم بتاعك، الماضي المؤلم، زي هذه الإنسانة اللي قامت بعد ما كان رائحتها نتنة بقت تطلع رائحة طيبة وهي ميتة. قوم، ما تقولش الخطية مسكاني ولا مستعبد ليها، لا، المسيح قادر يفك القيود، قادر يفك المأسورين تحت إبليس،
بس اقعد مع كلمة الحياة. انا بعتبر كلمة ربنا دي عامل وانت بخش قطك زي قط الانعاش كده الاي سي يو، تخش جوه وتحط اكسجين تتنفس انفاس الله. سيبك من الماضي المظلم ده، تقول طب انا عندي مشاعر جريحة من الخطية، المسيح قادر ان يشفي هذه المشاعر الجريحة. انا تعرضت لاعتداءات زمان، تعرضت لمشاكل زمان، تعرضت لناس جرحوني زمان ومش قادر اغفر. المسيح هيساعدك انك تقوم من الماضي المظلم ده، بس قوم، قوم من الفكر اليأس. ابليس بيقول لك مفيش فايدة، انت قول لا انا ليا رجاء في ربنا مهما كانت خطيتك، ليا رجاء. قوم من الفكر اليأس ده، قول ما انا بروح الكنيسة وبحاول اجاهد لكن بقع. لا قوم تاني، قوم. طالما نحن في هذه الحياة يجب علينا ان نعيش حياة النصرة المستمرة. تقولوا لي يعني ايه النصرة؟ الناس فاكرة النصرة هو عدم السقوط في الخطية. النصرة الحقيقية هي عدم الاستمرار في الخطية. هي دي النصرة الحقيقية، اني مش هقعد في الخطية وقعت هقوم. كان واحد الاباء يقول لك حتى وانت في عمق الخطيه قوم صلي، قوم انتفض من الضعف اللي انت فيه ده. فربنا بيقول لك قوم من الفكر اليائس، قوم من الخطيه المحبوبه. تعرفين كده لما نيجي حد عندنا في البيت نقعد نقول له نوضب الصالون او نوضب الحته يقعد فيها، والاماكن التانيه في اوضه كده نقعد نحط فيها الكراكيب ونقفلها، صح؟ ونيجي مثلا حد يجي يزورك في البيت فيقعد في المكان ده بس وتقفل الاوضه دي عليه. احنا ساعات كده بنعمل مع ربنا على فكره. عارفين بنعمل ايه؟ نقول يا رب تعالى خش قلبي بس لو سمحت في اوضه ما ينفعش تخش فيها اصلا، مكركبه مش هينفع تخش فيها، خطيه محبوبه. بص انا ممكن امشي معاك يا رب لكن معلش انا كاس واحد بس، يعني ما فيش سيجاره بس، وانا مش معاك. اللي انت عايزه اعمله، هدفع عشور واروح الكنيسه واتناول، او واحد يقول له بص يعني انا اعمل اي حاجه بس انت عارف الشغل بتاعي عايز اكذب، يعني سيب لي الكذبه دي. وكل واحد بقى بيعرض الحاجه المحبوبه عنده او اللي مش قادر يبطلها، او واحد يقول له بص الصوم تقيل عليا مش هعرف اصوم، انا لازم الصبح اشرب كوبايه قهوه وبتاع. انت عارف الشغل بتاعنا هنا صعب، لكن انا صوم طول الوقت ده كتير، في حاجه محبوبه قافلين عليها. ساعات لما نيجي نقول لحد هنزورك يبقى في حاجه مناسبه، يعني حد تعبان وبتاع فنقول هنزورك النهارده، هو يفاجئ يقول لك لا ما ينفعش اصل البيت مش متوضب. ساعات بنرفض المسيح يجي نقول له ما ينفعش اصل قلبنا مش متوضب. لا يا حبيبي، المسيح لما يجي قول له اتفضل، قول له ممكن يا رب تيجي وتنظف معايا لان انا مش عارف انظف، انا بقالي سنين مش عارف انظف، تعال خش قلبي ونظف انت، قومني، اطرد رب الخطيه المحبوبه، مش عايز الحاجات دي. ربنا بيقول لك قوم من العصره المميته. ساعات بنبقى عصره لناس كتير، اولهم اسرتنا اولهم اولادنا. تخيلوا لما ام ببساطه تقول له ما تلعبش مع الولد دوك ابن طنط فلانه ولا انكل فلان، يا سلام. انت علمت ايه دلوقتي في العصره ديك؟ علمت يعني يشيل من حد. اول حد هيشيل منه هو الاب والام اول ما يكبر. هي عصره مميته، والعصرات كتيره، ما فيش داعي ان انا اتكلم. اديكم شايفين قاعدين يتكلموا عن لبس في الكنائس ومش عارف ايه وحاجات كده، مع ان الحقيقه هو التغيير من جوه، عمليه مش عمليه شكل. لو في تغيير في القلب من جوه هيبقى في تغيير في المظهر. هنلبس الناس غصب عنها ولا، لكن اللي جوه هتغير بره هيتغير. زي الست الرقاصه دي، في الاول كانت بتتهاون
لكن لما حست بالهيبة بتاعت رجل الله وهو داخل بيتها وحست بالمسيح هو اللي داخل بيتها ابتدت تحس ان هي عريانة زي آدم وحواء عريانة الخطية دي عريانة ابعد عن العصر المميتة قوم من العصر المميتة دي انت ممكن تعصر ناس بكلامك بكلامك فالمسيح رسالة ليك النهاردة وليا يقول لك قوم بقى قوم من كل الحاجات دي وهو فاتح قلبه وهو قوة الحياة وأتمنى اللي ما بيقراش كتاب مقدس يبدأ من النهاردة يبدأ وعندنا درس كتاب على كل المراحل وإنجليش وأرابيك وكله احضر اجتماع من دول ابتدي اقرأ مع نفسك عندنا الحمد لله السوشيال ميديا وعندنا فلاشة فلاش درايف تحطه في العربية اسمع كلمة ربنا اتنفس بيها ومشاوير عندنا كتير اتمتع بيها يعني عندنا وسائل كتيرة لما بيقراش كتاب مقدس يبتدي يقرا احنا عارف ان احنا بقينا نعتمد على الالكترونيك والحاجات ديت بس الهارد كوبي از فيري امبورتنت على فكره اللي بيقرا من الهارد كوبي بيقولوا علميا التركيز بيبقى اعلى خلي الهارد كوبي ده في البيت اقراه في البيت خلي الموبايل ده لما يكون عندك وقت في البريك ولا حاجه اخطف لك اصحاح ولا حاجه تنفس بانفاس الله عشان تبقى عايش مع ربنا ربنا يدينا حياه القيامه ديت حياة المتعة بكلمة ربنا وإزاي نعيش الحياة الحقيقية مع ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين